على قريب عندي جلسة بهاي باش يخرجوا لي غاديك برشة تهم ويركبوا لي برشة قضايا، والمحامين متاعي باش يطلبوكم للشهادة في المحكمة، وانتم بطبيعة باش تدليوا بأقوالكم. أنت مثلا عبد تاع البطوش هرزان، اش باش تقول في حكاية التفرقيع متاعه؟ باش تقول كنت نكره محمد أمير أتهاي، وزيد نبخر بريحته ما نحملوش، على ذاك انتقمت وفرقعت البطو، أنا خططت وحدي ونفذت وحدي، فهمت شنو باش تقوله؟ مفتوح. عارف. وأنت اش باش تقول ولدي؟ أه؟ علاش طشيت سوار بالمفرقة نهارت على وجهي؟ كنت نحب سوار برشا ومضروب فيه، وكيما تلفتت ليش نرفزت وحبيت ننتقم منها، صبيت عليها المفرق. فهمتني ما؟ نوارتي. عدنان يا اخي لوين تحب توصل انت بالضبط؟ ما فهمتش شنو معناه، اش عملت انا زاده نوارتي؟ انت بعثت واحد من رجالك باش يقفل السوار ويرتاح منها. يا اخي ضرب كلثوم مسكينه بالغلط. ما عادش نحبك تدور بحتى واحد من عائلتي ولا تخمم انك تضرو. اخزر لي في عينيا. هز راسك وخزر لي. علاش ديما تحب تضر الناس اللي دايرين بيك يا اخي؟ ما تعبتش ما مليتش؟ قولي علاش ديما تحب تاخذي عليهم وتدمرهم؟ ظهرني سمعت كلامي ومشتت.